ما حكم مشاهدة المسلسلات في الفيديو وكذلك المباريات الرياضية؟ ونرجو أن توضحوا في هذا الأمر جزاكم الله خيرا. هذا يختلف بالتفصيل. إذا كانت مشاهدة تنفع للدين، مشاهدة ندوة صالحة من العلم والخير، أو مباراة فيما ينفع فلا بأس. أما إذا كانت مباراة يظهر فيها بعض العورات أو يوجد فيها شيء من الملاهي أو تخشينا فتنة من نظر إليهم فاترك ذلك. فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها نظرت إلى الحبشة يلعبون في المسجد بإذن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان النظر لا يفضي إلى فتنة ولا يفضي إلى النظر إلى عورات الرجال كالفخذ فلا بأس بذلك، وأنت متحجبة وبعيدة عن الفتنة. والمسلسلات كذلك إذا كان فيها شر فلا تنظر إليها. أما إذا كان المسلسل فيما ينفع ناظر من الندوات الدينية والتوجيه إلى الخير والتعليم الذي ينفع المشاهد هذا لا بأس به. فالحكم يدور مع العلة، فإن كانت مشاهدة تنفعك في دينك ولا تضرك وليس بها ما حرم الله فلا بأس، فإن كانت مشاهدة تضرك لأن فيها ما حرم الله من الأغاني والملاهي والصور الخديعة التي تفتن الظالم من الرجال والنساء فابتعدي عن ذلك وحرصي على سلامة دينك. والله المستعان. جزاكم الله خيرا.